نفس الشيء يعني ما كاينش مسافر مسافر هنا او مسافر في المغرب بحال بحال. الحمد لله شعب واحد ووطن واحد ودائما غنبقاو مجموعين رغم 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 كل المشاكل. فاحنا دائما جزائريين مغاربيين. اما بالنسبه لي انا سفر انا فانا لشرف كبير ان اكون سفيره المغرب العربي الاغنيه المغربيه، وهذا الشيء كيرجع لفضل الجمهور الجزائري والمغربي لانني في كل دول العالم العربي بكل صدق كل دول العالم العربي او غربي او اوروبي دائما فيما مشيت او قمت فوق خشبه تلقى عالمين الجزائر والمغرب كيتغطوا وتفرقوا. فهذا شرف لي، نتمنى ان نكون شرفت الاغنيه الجزائريه والمغربيه. ودعوا معنا بالتسير ودعوا بالصحه والعافيه الحجه الدهوانيه ورمضان مبارك سعيد. شكرا شكرا لوالي وهران على هذه الدعوه وشكرا للجميع. شكرا وشكرا للاخوه الموسيقيين الجزائريين اللي اليوم ساندونا وكانوا معايا لاول مره خارج الوطن وتخدمنا تصرفات من غير فرقه مغربيه، ولكن الحمد لله مع اخواني الجزائريين. شكرا شكرا جزيلا سيدة التي فرحت، وأتمنى أنها تكون بيننا في ليلة سعيدة مباركة إن شاء الله.